طيب عندما أيضا نظرنا إلى هذه الجلسة دكتور حسن ونظرنا إلى الأعضاء الموجودين داخلها، يعني شعرنا أنه فسيفساء المجتمع المصري هي موجودة بكاملها داخل هذا المجلس. الحقيقة يعني أنا سعدت جدا بمتابعة يعني فعاليات هذه الجلسة لأنها عكست كما قلت بحق التنوع الموجود داخل المجتمع، يعني وجدنا الشباب ووجدنا الأجيال الأكبر سنا ووجدنا المرأة ووجدنا التيارات السياسية المختلفة. ودعني أقول لك أنه لأول مرة نشهد في مجلس النواب يعني الانتماءات الحزبية تتفوق على المستقلين. أي. كان عادة في البرلمانات السابقة بنشهد ظاهرة المستقلين بوضوح شديد، لكن النهاردة لما بتنظر حضرتك يا أستاذ شادي للتركيبة الموجودة داخل مجلس النواب 80% ينتمون إلى أحزاب سياسية في مقابل 16% يعني مستقلين، وبين هذين بين هاتين النسبتين تتوزع الفكرة بقى ما بين أحزاب تحوز الأغلبية، حزب له أغلبية وهي 57%، في حين أنه باقي الأحزاب لها النسب الأخرى. يعني هنا الحقيقة توزيعة واضحة جدا للتيارات السياسية المختلفة. دعني أقول لك أنها التيارات السياسية الفاعلة في الحياة السياسية والقادرة على استقطاب أعضاء لها وتقديم كوادر للتنافس على العمل السياسي. الحقيقة هنا كمان شهدنا يعني دعم كبير للمرأة، ليس فقط في رئاسة سيدة لجلسة السن أو الجلسة الإجرائية، وإنما في عدد النائبات وهو أعلى تمثيل للمرأة في المجالس النيابية المنتخبة في مصر منذ إقرار حق الترشح والانتخاب للمرأة عام 1956. يعني من 56 لغاية النهاردة لم نشهد مثل هذا العدد اللي بيقارب أكثر من 160 سيدة ما بين منتخبات سواء بالقائمة أو الفردي أو معينات. كما تعلم طبعا سيد رئيس الجمهورية عين 14 من 28 المعينين سيدات تطبيقا لنص القانون، فأصبح العدد عندنا أكثر من 160 سيدة. ده في حد ذاته أمر في غاية الإيجابية، لأنه بعتبره فرصة بالنسبة للسيدات هتنتهزها لإثبات الجدارة، وهي جديرة بالفعل بإثبات هذه الكفاءة. بقى أيضا أن المرأة هتكون مطالبة ليس فقط بالحديث عن قضايا المرأة، ولكن قضايا المجتمع بأسره، قضايا الأسرة بأسرها، مما يمثل دعما حقيقيا سواء لصورة التشريعات التي تصدر وتمس أولويات المواطن المصري أو الدور الرقابي في تنفيذ هذه التشريعات وإعطاء كل ذي حق حقه. أيضا الشباب لا تنسى يعني أنه التنافس حتى على منصب رئيس الجلس رئيس المجلس اليوم يعني ظهر فيه منافسة من الشباب، وده كان أمر إيجابي للغاية، لأنه الشباب لديه الطموح ولديه الرغبة ولديه الإقدام ولديه الرغبة في الانخراط في كافة فعاليات العمل داخل مجلس النواب. أعتقد أيضا أن التنافس على منصب الوكيلين يشهد يعني تنافس محموم شديد جدا ما بين أجيال أكبر سنا وما بين سيدات وما بين شباب. أعتقد أنه خطوة إيجابية تدعم العمل البرلماني وتدعم العمل السياسي بأكمله داخل مصر. طيب دكتور حسن، دائما يعني عندما كنا نشاهد المعينين من قبل رئيس الجمهورية في السابق، يعني كان دائما المعينين يعني بيملوا فراغ فئة قطاع مش موجود بكثرة داخل مجلس النواب. يعني هذه المرة يختلف الأمر، لأن التيارات هي بالفعل ممثلة، الشباب ممثلين، المرأة ممثلة، فبالتأكيد عندما يعني اختار رئيس الجمهورية من يعينهم في مجلس النواب كان ينظر إلى يعني أشياء أخرى، إلى تنوعهم، يمكن التقاب في خبراتهم السياسية الإعلامية حتى، إلى كل ذلك. يعني بالتأكيد الأعضاء المعينون هذه المرة مش معينين لسد نقص ما في فئة ما. يعني خليني أكمل على كلام حضرتك، وهو كلام صحيح، أنه سواء بالنسبة للمنتخبين أو بالنسبة للمعينين هناك رؤية يا أستاذ شادي. أي. هناك رؤية بأن يكون هذا المجلس ممثلا للمجتمع تمثيلا حقيقيا، فمن اختاره الشعب هو الذي وصل إلى مقعده داخل البرلمان. تستكمل الصورة الحقيقة بالتعيينات اللي بتمنح للسيد رئيس الجمهورية وفقا لنص الدستور. رئيس الجمهورية من حقه أن يقوم بتعيين ما لا يزيد على 5% من أعضاء مجلس النواب. حضرتك تعلم أنه 568 عضو منتخبين بالقائمة والفردي، وعندنا الـ 28 دول اللي هم 5% بيعينهم السيد رئيس الجمهورية، ولكن شريطة أن يكون النصف من السيدات. الرؤية إيه بقى في التعيين؟ الرؤية في التعيين هي الاستفادة من الخبرات المتعددة.
استكمال تمثيل الطوائف المختلفة التي لم توفق في أنها تتمثل تمثيلا عادلا نتيجة الانتخاب، لأنه مش كل الناس الحقيقة لديها القدرة على التنافس يا أستاذ شادي. أيوة. ولا كل الناس لديها القدرة على أن تصل إلى صندوق الانتخاب وأن تحشد المؤيدين، وبالتالي هنا بيجي بقى الهدف من التعيين، أن حضرتك تستفيد من هذه الخبرات، تعكس التنوع الذي ينبغي أن يمثله مجلس النواب، وهو ما تحقق بالفعل من خلال تعيين 28 عضو. فحين تسرد حتى سيارهم الذاتية تجدهم كلهم لهم خبرات في مجالاتهم المتنوعة، كلهم يستطيعون أن يفيدوا في القضايا التي تمس أولويات المواطن المصري من كافة المجالات، وبالتالي تستطيع أن تمثل بالنسبة لك مخزن جيد جدا تستفيد به في النقاشات، تستفيد فيه في طرح التشريعات، تستفيد به في التأكيد على قضايا مستجدة تراعي الاحتياجات المجتمعية. كل ده الحقيقة بتعكسه رؤية التعيين استكمالا لفكرة الانتخاب.